المنتخب المغربي يتألق على منتخب غانا، فما هو سر هذا التألق؟ وهل يستمر هذا التألق حتى الظفر بلقب الكأس؟ خرجنا إلى الشارع الطنجاوي لمعرفة آراء المواطنين حول هذه المباراة التي قدمها المنتخب المغربي، وهذه كانت آراؤهم. ابقوا معنا. من بعد المباراة زوينة، ديك اللقطة الأخرى يعدلوها، ومين كنا دايزين هيدا، فهمت؟ كنا دايزين هيدا واحد اللقطة ونشوفوا واحد القهوة تسجلوا. لا والو، ما تفرجتش. تفرجتي في الفضل على النص الأخر. المهم فرحوا مغاربة هيدا. في نظرك يقدروا يديوا الكأس ولا؟ يديوها إن شاء الله. إن شاء الله ما نعرف. تفرجتي في المباراة اليوم؟ تفرجت. شنو قال لك داكشي اللي قدموا؟ لا مزيان صراحه، موفقين المستوى. كاين شي ناقص من ناحيه ديال اللاعبين ولا شويه كيسعاكلوا شي حاجه؟ ولكن شحال نقول لك، حق فرحونا في ديك الجول اللي عملوا. شنو قال لك المباراه اللي ما جا يقدروا يفرحونا ولا حيت؟ شوف، ما بين المباراه اللي عطاو اليوم الصراحه كانوا، انا شفتهم فواحد المستوى مزيانه، ولكن كنتمنوا باردي دو ليماجي اخر يكونوا احسن ويزيدوا شي نقطه تكون مزيونه ان شاء الله. وحنا كنفرحوا حيت سولنا اليوم بزاف ديال الناس، قال لك انهم فاقدين الامل في المنتخب، في نظرك يقدر يديها الكاس؟ انا بيدي كنت فاقد الامل، ولكن ما كرهناش نشوفوهم متالقين بزاف ان شاء الله. حنايا بدنا معاهم واخا كيفشلونا، ولكن شحال نقول لك، المهم نشجعوهم كيبقاو ديالنا. لا كيبقى المغرب في قلب الخاء. نعم اللاعب المنتخب ديالنا في المره اللي ما جا والله ما عارف. المهم لاعب، المهم شوف، المهم عاد جبرني كنتفرج ضروري. ولكن اسمحني نقاطعك، اذا ما داهاش المغرب شنو هو المنتخب اللي تقدر تشجعو؟ الجزائر كتبقى البلد الثاني، العنصر الوحيد اللي عندنا معاه شويه العنصريه، ولكن كيبقاو خوتنا. اذا مشى المغرب غايشجعو الجزائر ضروري، غيبقاو الجزائر هما الجيران ديالنا. تبارك الله، شكرا جزيلا. انجيري ضروري، الله يرحم بابك. تفرجنا الخو وما كرهناش الصراحه، يبقاو يلعبوا هيدا، بقاو يلعبوا مزيان. لا مضخم اصلا، حنايا دائما في الاول كنبقاو نلعبوا مزيانين فحق التحفيز ديال سكا، بقاو يغنيو علينا دائما حفظوا الفريق، ها كيفاش لو الفريق كونوا واضحين، فهمتي؟ عايزكتو وندعو معاهم. شنو قال لك يقدر يدي الكاس المنتخب؟ ما نكذبش عليك، ما كنديوش على الاول، فين كيبان الفريق حتى الاخر تبقى يتحصى، هذا هو داك يبقى يبان الفريق. دابا كلشي كيكون كيلعب مزيان ومجد، فهمت؟ شنو قال لك في اللاعب التجاري اليوم مزيان؟ لا مدخن، ولكن قايده مزيانه وبحق باقي انا يولفوا بعطياس. المنتخب ديال غانا منتخب قوي في نظرك، كيفاش باش غلبوا؟ كيفاش باش غلبوا؟ مجهود الواحد، مجهود والزار، كره الزار والسالم الخو. ارحم بابك الخو. الله يرحم بابك. تفرجتي في المباراه اليوم؟ تفرجنا اليوم في باردي ضد المنتخب، واخا اللاعب ما كانش هو هذاك، ولكن المهم النتيجه، يعني ربحوا هذه اهم حاجه. نظرك انه ناقصين في اللعب؟ انا ناقصي شويه، لان اللاعبين اول باردي دو عا يلعبوا الارضيه عاوتاني ناقصه، فهمت؟ في نظرك اذا كانوا اللاعبين ناقصين، طبعا المنتخب الغاني عنده لعابه قويه، عنده باش ربحنا في هذه المباراه شويه تزار، وتا تا تا بوفال عاوتاني صنع الفارق، فهمت؟ مهارات بوفال صنعت الفارق. تا كامبيولين اللي عمل عاد في المباراه اللي ماشيه ديال المنتخب، ودابا جوزو القمر ما عرفناش اليوم شحال يسالي، وخصنا نشوفوا من الاداء ديالهم كيفاش عامل، تنحكموا عليهم. وخصنا باردي دو جوزو القمر لابد نربحوا فيه باش ما نوصلوش لديك الحسابات ديال دائما، فهمت؟ عندكم شي امل في المنتخب انه يقدر يدي الكاس؟ وحنا عندنا دائما الامل بلي ما كيكونش عندنا الامل، فهمت؟ بلي ما كيكونش عندنا الامل دائما هما كيفاجئونا، عليها دابا ما عندناش الامل. يعني الامل ما كاينش. ما كاينش باش ان شاء الله يعملوا شي حاجه، فهمت؟ ما مات لينا مباراه لا والو خاو ديالي، ما نكذبوش الا بعطيتنا، ما كاين لا لعب لا والو، الاداء طايح بزاف، وضد منتخب غينيا اللي ناقص، فهمتيني؟ ضد المنتخب يعني ضعيف، يعني منتخب ضعيف ومدرب ضعيف ومعايتين لاعبين مزيونين، فهمتي كيفاش؟ يعني اذا طحنا ضد شي منتخب صحيح هيدا راه يتعداو علينا، فهمتي كيفاش؟ بحال ما صار صح الكاميرون. لا والو ما يديوهاش، نقول لكم من هنا انا ما يديوهاش. لا يفقدوا الامل، ما ديوهاش كذبوا ولا بعطيتنا. اذا طاح المنتخب المغربي ما تقدر تشجع والو. انا دابا كنشجع الجزائر، ما نكذبش عليك اخا، حاليا كنشجع الجزائر، غدا ان شاء الله نتفرج كاس العرب. اي والله عندنا الدراري فابون بلايلي. اذا ما داش المنتخب المغربي بلايلي ومتاش الجزائر، لمن عاد تشجع؟
شجع كاميرون بلاد ديالي اخاو كذب عليك كذب عليك كاميرون اخاو بلاد ديالي وكذا وصناعه. هو اولا السلام عليكم. مباراه كانت ما بيهاش المنتخب الوطني ما توقعناش من هذا المستوى هذا، ولكن ما نساوش واحد الحاجه حيت اغلبيه اللعابه تصابوا بكورونا. يعني كنت كتوقع انه يلعب حسن من هذا ولا كنت كنا تنتوقعوا يلعب حسن حيتاش طالعين شباب جون دراري عندهم ما يقولوا في رجليهم فهمتي. غير هو راه فرق ما بين لعبه اوروبا وفرق ما بين لعبه افريقيا فهمتي. الدراري تيلعبوا في اوروبا يعني تيلعبوا واحد اللعب اخر في شكل، تجي تلعب واحد اللعب اخر عاوتاني في افريقيا الدراري تي ما تونجاجوش مع اللعب دغيا خصهم بزاف فهمتي. انا نجي لعاب واحد اللي بالي ماشي هو هذاك لا حكيم يلعب بون ماتش فهمتي. لا شوف 8 واخا ما عرفتوش كاع انايا ها لا 8 ناقص اخويا هذيك المهاجم هو ناقص بوخلال بحال المهم غير هو حنا تنتمناو واخا تيبقى بلادنا فهمتي تنتمناو انها دير شي حاجه فهمتي وتوصل. ما بيناش حنا كيف تنقولوا الطياره امرش بينا حنا نديروا شي حاجه ان شاء الله واخا شي تيبقى يضحك فهمتي. بينا حنا المنتخب ديالنا راه فهمتي راه تتبقى في القلب راه في الدم فهمتي. واخا نقولوا راه تتقصى شحال من مره والله لا تفرجنا فيها وتجي وتتلقى راسك بلا ما تشعر جالس فهمتي. تشاء البلاد فهمتي. اذا طاح المنتخب المغربي ما تقدر تشجع. الا طاح ونتمنوا ما يطيحش، ولكن الا طاح الا طاح تنشجع انا يا لا تنشجع كيف قال السنغال ولا الكاميرون ولا ساديو ماني ها الجزائر. باش نجيو صراحه لعبت افريقيا صعيب عليهم فهمتي. الجزائر حتى هما ما عادش حيت الجزائر شحال من واحد في الجزائر ما تيلعب في اوروبا فهمتي. ما تيلعبش فهمتي ما خصهم اللعب نتاع افريقيا. كاين فرق ما بين اللعب تاع افريقيا واللعب تاع اوروبا ياك فهمتيني. وديما كوكا في الاخر وتحيه لكم من طنجه. بالنسبه لمنتخب الجزائر حنا ان شاء الله غادي نشوفوا واش ديك الاداء يبقى هو فهمت. لحسب الجزائر كاس افريقيا الدوها في مصر، مصر عندهم ملاعب معوطه. دابا ان شاء الله نشوفوا واش غيبقاو بديك الاداء وبديك كيف ما بانوا في مصر واش غيبقاو هايده فهمت. ان شاء الله على حساب الله يا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.